ضيوفي، وبالختام عندي كلام. خلي أتحدث شوية عن بعض البلدان منذ بدايتها الفوضوية وإلى الآن. طبعا كل الأسماء اللي أتناولها هي كمثل بالواقع، فالمثل في الأمثال تضرب ولا تقاس. إيش قد أكو بلدان كانت متكونة من الميليشيات واستطاعت أن تصلح وضعها سياسيا بدل من لغة السلاح. إسرائيل مثلا بدت بالصهيونية اللي أسسها هرتزل، واستطاعت أن تتحول من بلد ميليشيات إلى بلد يسعى للهيمنة على العالم والشرق الأوسط رغم كل ملاحظاتنا عليها. أمريكا سيدة العالم، هي بالأصل مو بلد نظامي، بل هي بلد استقل من بريطانيا وبعدها عاشت نزاعات مع الهنود الحمر ونزاعات عنصرية، لكن بعدها حلت قضاياها سياسيا. زين إحنا شبينا؟ شبينا فهموني، بلد ممتد آلاف السنين واليوم نزاعاتنا قبلية وما بيها بس الموت. والله ملينا، والله ملينا ومل المواطن، وما بقى عندنا شباب. اي والله ما بقى عندنا شباب. ايش وقت نشوف حلول المشاكلنا؟ ايش وقت نحل مشاكلنا؟ خلينا نحل مشاكلنا بالنقاش وبالسياسة بدون لغة الدم اللي خلت ويلاتنا بكل محافظات العراق وبكل زقاق وبكل بيت. الله أكبر. اي والله الله أكبر على كل من يؤذي أبناء هذا الشعب. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.